علياء علي أحمد مطيطة، امرأة في 45 من عمرها، تعاني من ورم في الرقبة يجعلها في أوقات كثيرة عاجزة عن الأكل والشرب وحتى عن التنفس والنوم. توفي زوجها قبل 12 عاما، فهي أرملة تعيش مع بناتها وأحفادها، ولا تملك هي وأسرتها ما يعيشون عليه إلا بضع علب بلاستيكية يجمعها زوج ابنتها لبيعها لإطعامهم. عمري 40 45 هكذا بس. كم ايش عيال؟ معي أربع بنات. أربع بنات. احكي لي ايش المرض اللي عندك، من ايش بتعاني؟ بعاني منه ده مرض ما اسكش اتركض ولا اخنق منه. ما انا داري ما اقول خبر والله ما اخنق ما اسكش اتركض ولا اسكش. كملش على حلالة. حلالة 4 سنين. هكذا بدأت كانت صغيرة، نحن رقبتي تتلبني لأنا، لأنا تتلبني، عيني زعمني دكتري، دكتري نعم ما تسكي لابس بلا شيء ولا تحمل حاجة ولا تحسها مسكي شمسة. طيب قد رحتي مستشفيات ولا شيء؟ ولا قد رحت ليش يا خالة ما رحتش مستشفيات؟ ما بش ميدة لك، من اللي زعم. من الصعب جدا على المرأة الأرملة أن تذهب حتى لكشف ماهية الورم في رقبتها أو حتى إن كان حميدا أو خبيثا، وتبكي بحرقة ليل نهار لعدم استطاعتها فعل شيء لنفسها. ما مش عقا عشاء أنا مثلا كلها بنت هذي ألف لي الأبس وكان يبري من يصرف عليكم؟ من لازم انا منانا مشي لنا والله والله ما طلبوا الا علم عنده طلب كل بري والله ما يصرف عليكم ويساعدكم. انا وين زوجك؟ مات نسق ما ديش هذا سلوى في عيني بصار الله يرحمه. نعيش هذا قالوا 12 سنه من يومها. احنا سالنا دكتور كذا قال ضروري ان احنا نوديها نفعل لها عمليه وهذا، لكن ما بيش معانا ولا حاجه ولا معنا شيء، لا زوجي كافح أكلنا وشربنا وإيجارات، حالتنا حالة. فنادي أصحاب الخير إنهم لهم يفعلوا معنا خير على هذا الرقم 7288482296، الرقم الثاني 7355523352. يحول الفقر والعوز بين علياء وعلاجها، وجل أمنياتها وأمنيات بناتها أن تكون بخير وأن يتم استئصال الورم من رقبتها، فمن يمد لهم يد العون والمساعدة لفك كربتهم، فسوء الأحوال يضيق عليهم يوما تلو الآخر.